السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نوريكم طريقة كيفاش غادي تفصلوا هاد الجيليات اللي تيكونوا عامرين باللاوط، تيكونوا ديال الدراري وحتى ديال البنات، تيكون الثمن ديالهم طالع. بالنسبة ديال الولاد كيكونوا 300 درهم 250، وبالنسبة ديال العيالات راه كيكونوا حتى إلا كانوا طوال راه كيكونوا حتى 500 درهم، يعني كيتقام غالي. والثوب ديالو الصراحة تيكون رخيص، الثوب ديالو تيكون غير ديك الثوب ديال القلع. أنا ما غاديش ندير اليوم هذاك الثوب، درت الدان وقلت لي مالا ندير فيه هاد الجيلينيت، راه شفتهم في الاسواق الجيليات ديال الدان، وتيكونوا غاليين على دوك العاديين اللي تيكون الثوب ديالهم ديال القلم. هاد واحد كما قلت لكم كنخليوها ديال السلسله. تناخذوا الدوره ديال العنق ديالنا، تنعبر 7 سنتيم ديال العنق، وتندير 12 في الكتاف. الكتاف تا هما تيتعبروا بوحديتهم، ها هما الكتاف، وتنهبط ب 2 سنتيم. دورة العنق ملي كنشدوا دورة العنق ديالنا كنقسموها على 6، والكتف كنعبروا الكتف في الجلابة ملي كنعبروا الكتف مجموعين تنقسموهم على 2. هنا لا، عندي ارتفاع الصدر درت غادي ندير فيه 25 سنتيم، لان هنايا ما كاينينش الكمام، هذا غير جيلي. الجيلي كنقصو شويه من هاد التقويره هذه. الطول ديال الامام، الامام تنعبروا الامام ديالنا، تنعبروا ما بين الصدر والكتاف، هذاك هو الامام ديال الرومي ماشي هما ديال البلدي. المهم ها هو الطول ديال الامام ديالي هو هذا. دورة الصدر عندي فيها 25 هكا، وتنديرو الطول الكلي. الطول الكلي كنديرو 65 سنتيم بحال هكا، ومن هنا 65 سنتيم. الطريقة ديالو ساهلة وبسيطة، يعني راه ما كتكلفناش بزاف ديال الوقت. هنايا تنجي ندير التقويره ديال الامام بحال هكا، وهنايا تنسطر الكتف ديالي. تنديرو 28 في الطول الكلي، من التحت كنعبرو 28 بحال هكا، تنجيو حتى لهنايا تنقورو واحد شويه بحال هكا من جهه الحزام، هي واحد نص سنتيم ماشي بزاف. ومن هنايا تنطلعو بواحد 2 سنتيم وتنقور بحال ما هكا. غادي ندير التقويره ديال الامام. هنا درنا 7 سنتيم، هنا تنديرو 8 اولا 8.5. وتنجيو تنقطعو. ها هو الامام ديالي، فصلتو على هذا الشكل هكا. تنجيو تنقطعو الورق، تنفصلو الورق، تنتنيو الثوب تيكون مسدود،
بحال هكا. انا زيت حزت الثوب باش ما يضيعش ليا هذا الطرف كامل، كون فصلتو بهذيك الطريقه ديال قبيله غادي يمشي ليا هذا الطرف كامل. المهم انا كحزتو بحال هكا. اذا كان باقي عندكم اتساع في الثوب راه غادي ديروا ليه بحال هذا الشكل هكا باش ما يضيع لكمش بحال هكا. سناخذوا هذا الواحد هذا حيت الوراء هذا غنفصلوا الوراء، سناخذ هذا الواحد هذا تندير ليه كما هكا تندخلوا لداخل. يعني الوراء غير كنجي نحط فوق منه الامام وصافي تنفصل، يعني بلا ما نبقى نعاود الفصاله. تنقص واحد زوج سنتيم و تنقور التقويره ديال الوراء بحال هكا و تنقطع. ها هو الوراء و ها هو الامام. نتوما ما عرفتش واش كيبان ليكم بحال هكا. هذا هو الجيلي ديالنا، من هنايا تتجي السلسله ومن هنايا تتجي الجناب. دابا غادي نفصلوا القب. هانتوما تنتنيو الثوب على زوج وغادي نسطر من هنايا. غادي ندير في العرض ديال القب ديالي 30 سنتيم بحال هكا. وهنا في الطول ديالو تنعبرو من الوسط ديال الراس حتى الكتف، عندنا فيه 36 سنتيم. تندير 36 من هاد الجهة و تنسطر بحالا كنسطر واحد المستطيل. غادي نشوفو شحال عندنا في العمق، غادي نعبرو الدورة ديال العنق ديالنا. هانتوما بحال الا لقينا الكتف بحال هذا الشكل هكا، و تنديروا الدوره ديال العنق ديالنا بحال هكايا. وما تنعبروش من الحاشيه، تنخليو بحال خلينا واحد سنتيم بحال هكا. من هنا تنعبروا عندنا 27 سنتيم. هنا الوراء ديال القب تنطلع بواحد 5 سنتيم اولا 6 بحال هكا. هنايا هاد الجهه اللي غادي تلصق لينا في العنق هي هادي، غادي كما قلت لكم غادي نطلعوا ب 5 سنتيم ولا 6. انا طلعت ب 6، تنقلب على ديك 27 اللي قلت لكم الدوره ديال العنق ديال الامام وديال الوراء، عبرنا غير جهه وحده. وهنايا نينا الثوب على زوج، يعني الا درنا ديال جهه وحده راه غادي تراسي لينا الجهه الاخرى في هذا النص الاخر. تنديرو هكا تنطلعو بحال هكا. تنديرو
تنديروا النصف وعاود تنديروا النصف وعاود تنديروا النصف من هذه الجهه الاخرى. يعني بحال الا قسمنا هذه الجهه لاربعه، هنايا تنطلعوا واحد ونص، ومن هنايا تنهبطوا واحد ونص. وتنقطع بحال هكا، تنجيبو هاد التقويرة هادي هنايا، تنجيو لهنا تنهبطو بواحد خمسة سنتيم بحال هكا، وتنجيبوها مقورة من هنايا خمسة سنتيم هانتوما تجي مقورة. هنايا بغيت تجيني السلسلة طالعة على القب، تنزيد واحد خمسة سنتيم وتنقطع هانتوما، وكتجيبوها تجيبو القب ديالكم داير بحال هاكا. ها هو الشكل ديال القب ديالي، جا على هاد الشكل هاكا. تنجيبو لواط هانتوما، عندي انا هاد لواط هذا عريض بزاف، بغيتو تاخدو ما قل منو، هذا تيدير 20 درهم، مع التصبيم راه تينقص، راه ما كيبقاش بحال هكا، ولكن واخا هكاك من الاحسن انكم تجيبو ديال 15 درهم باش ما يعذبكمش في الخياطه. الا كنتو غادي تفصلو الورق غادي يجيكم بحال هكا، غادي تفصلوه كي بحال هكا وتتقطعوه بحال هكا. غنوريكم كيفاش غادي ديروا دوك الخطوطه، انا ديجا قطعتو باش ما نطولش عليكم. خطوطه على حسب نتوما الذوق ديالكم، ممكن انكم ديروهم هكا مستقيمين، ممكن انكم تجنبوهم شويه. غادي نهبط من هنا من جهه الكتف بواحد سنتيم، ومن جهة العنق بواحد سنتيم بحال هكا هكا، وتندير خطوطة مايلين شوية على هاد الشكل هذا، تندير بيناتهم واحد 9 سنتيم، كندير من هنايا 9 هكا، ومن هنايا تندير 9 سنتيم، من هنايا عاود تندير 9 هانتوما. وتنبدا نسطر بحال هكا، وهاد الخطوطه كديروهم فوق الثوب، يعني راه ما كديروهمش لتحت، لان غادي تخيطوا فوق منهم. ها نتوما هادو هما الشكل اللي بغيت انا ندير. الا بغيتو تزيدو تميلوهم اكثر، مثلا هنايا هبطو بواحد، هنايا تهبطو بثلاثه، تيجيوكم مايلين بزاف. انا درتهم مايلين غير واحد شويه، كتبقاو غاديين هكا 9 سنتيم من هاد الجهه. تنديرو هاد السطوره كاملين، وتنجيو نديرو الجيب. انا مازال ليا واحد السطر هنايا، مازال ما كملتو بحال هكا، جيب تناخدو من هنايا تنطلعو بواحد 7 ولا 8 سنتيم بحال هكا، ومن هنايا تندير واحد 8 سنتيم
الطول ديال الجيب كندير فيه 17 سنتيم بحال هكا، هي 17. بغينا نميلوه راه كنزيدو هانتوما، تنديرو 15 من هاد الجهة. المهم نتوما الجيب على حسب كيفاش بغيتوه، بغيتوه مايل بزاف بحال هكا هانتوما، تديرو بحال هكا. لا بغيتوه يجي مايل، بغيتوه يجي هكا مستقيم، راه داكشي اللي غادي مثلا هنايا دخلنا بسبعة سنتيم، هنايا تندخلو بسبعة بحال هكا. هاد الجيب اللي غندير انايا غادي ندير غير السلسله، يعني راه ما غاديش ندير داك الجيب اللي صعيب. تتجيبوا اي دوبلور تتشريوه وتتفصلوا نفس هاد البياسات هادي، تتفصل الوراء وتتفصل عاود الامام بنفس الطريقه، غير كتحطوا فوق مثلا غتفصلوا الوراء. انا غنوريكم في هاد الثوب هذا اللي كيشاف ليا، مثلا هذا هو الدوبلور، غادي تاخذو هكا وتتنيوه على زوج بحال هكا وتتفصلوا الوراء ديالكم، تفصلوا بحال هكا نفس هاد الشيء اللي عندنا هنايا. صافي كتجيو وتقطعوا وعاوتاني في الامام باش تبطنوا بهم هاد الجيلي هذا. تنجيبوا الماكينه ديالنا، غنوريكم الطريقه ديال هذوك المخطوطه كيفاش غادي ديروا ليهم. تتحطوا اللاوات هكا وتتحطوا فوق منه داك الثوب المسطر بحال هذا الشكل هذا، وتتبداو في الخياطه. حاولوا تضغطوا عليه بحال هكا، ها هي ديك الخياطه ديالي. تنجي عاود تنجر هاد الجيلي هكا، تنقادو مزيان وتنبقى غاديه حتى كنخيط هاد الخياطات كاملين، عاد كنديرو الجيب. انا نخيطهم ونرجع معاكم. وها هو الجيلي ديالي بعد ما دوزت ليه هادوك الخياطات، ها همايا، وفتحت ليه الجياب ولقيت الجناب والكتاف والدوبلور ديالو حتى هو هانتوما. ها هو الدوبلور ديالو حتى هو، لقيته من الجناب بحال هكا. هانتوما ودرت له القب، هذيك الطليعه ديال السلسله اللي وريتكم، حيت الا جات السلسله حد العنق. علاش انا درت هاد القب داير بحال هكا؟ باش تجي السلسله طالعه، تجي شويه طالعه على العنق. هذا هو الدوبلور. ولا عندكم هاد المشكل اللي طرا ليا هنايا في القب، انا نوريكم كيفاش غادي تنقصوه. هانتوما جا عندي القب عريض بواحد 12 سنتيم، هانتوما 12 سنتيم، تنقصوها من هاد الجهه هادي. نوريكم كيفاش غادي نقصها، كديروا ليها هكا وكتنوا غادي وكتقوروها بحال هكا، وتدوزوا بالخياطه باش يجيكم هو هذا. المهم كنقصوه من هنايا، ما تنقصوش من هاد الجهه هادي. ودابا بقى لينا القب ديال الفوقاني، حيت هذا هو الدوبلور. القب ديال الفوقاني مازال ما ركبتو، ها هو درت ليه واحد الطرف رقيق ديال هاد اللاوات هذا بحال هكا، وحتى هو غادي نلصقو. وكما قلت لكم غادي تجي السلسله دايزه هكا،
هانتوما باش حتى الا لبس لبسو مولاه الا جاه البرد يطلع السلسله حتى للفوق. غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي تفصلوا دوبلور ديال الجيب ديالكم. انا ديجا خدمت واحد، ها هو انا لقيت غير هذا الدوبلور هو اللي كاين عندي، وقلت غادي نقضي به ما غاديش يدار. غادي نثنيوه على زوج، غادي نثنيو التوب ديالي على زوج، وتنجيو نعبرو تنعبرو الجيب ديالنا شحال فيه بحال هكا، فيه 17 سنتيم. تنزيد واحد ديال الخياطة من هاد الجلد وواحد ديال الخياطة من هاد الجلد الثاني، هانتوما 19 سنتيم. تندير 19 سنتيم هنا، المهم نسطر هاد الجيب هذا بحال هكا، والطولة ديالو تندير فيها هنايا 18 سنتيم حتى ل 19، ما تنديرش كثر. هانتوما تنديرو على شكل المستطيل بحال هكا، وتنجيو لهاد الجهة اللي غادي تجي لداخل كنقورها واحد شوية، كنجيو نقورها زعما ما عندهاش شي عبار تقريبا بحال هكا، وتنقطع نوريكم الطريقه ديال التركات ديالو. هانتوما هاد الجهه المقوره هي اللي كتجي لتحت بحال هكا، تنشدو هاد الدوبلور ديالنا بحال هاد الشكل هذا، وتنجي تنخيطو بحال هكا، تتجي الخياطه لداخل باش من هنايا الا حليتو هاد الجيب ديالكم كتبان لكم الخياطه نقيه من هنايا. المهم تتخيطوها بحال هاد الشكل هكا، هانتوما تتحطوا الدوبلور على السلسله على هاد الشكل هذا، كدوزوا الخياطه من هنا وتتردوا هذا لهاد الجهه، تتشدوها عاوتاني بحال هكا وتتخيطوها من الجهه الاخرى، وتتخيطوها على برا، تتخيطوهاش ها هي الشكل ديالها، تتخيطوها بحال هكا على برا باش الا حلينا حنا الجيب هانتوما راه مكيبانش لينا، دوك هاد الشنات اللي كيبانوا لينا هنايا ما تيبانوش لينا هنا. والجيب ملي كتجبدوه هانتوما الجيب كتبقى الخياطه لداخل. دابا غادي ندير هاد القب ديال الامام بحال هكا، غادي نلصقو، راه ساهل يعني راه ماشي شي حاجه صعيبه. تنلصقو هاد القب هذا بحال هكا، ونرجع معاكم نوريكم كيفاش غادي ديروا الدوبلور باش ما يجيش الفيديو طويل، لان هاد النوع ديال الجاكيطات كيكون فيهم مراحل كثيره. غنخيطها ونرجع معاكم. بعد ما خيطت الجيلي ديالي على هاد الشكل هذا، هانتوما ها هو القب ديالو جا على هاد الشكل هذا، وخيطت هاد الدوبلور حتى هو هكا، خيطت ليه القب ها هو. راه كتخيطوه تقريبا بحال الجيلي بحال هاد الفوقاني، غير هذا ما تديروش فيه هاد اللواط هذا. غادي ناخد هاد القب الا بغيتوه نتوما بحال هكا ديروه، بغيتو ديرو فيه هاد الفورير هذا بحال هاد الشكل هكا. غادي نقطع انا واحد الطرف ديال الفورير، غادي ندير فيه 4 سنتيم، تنحاولو ندخلو المقص
هكا شويه بشويه باش ما تفطاش لينا هاد الشعر هذا، غير الراس ديال المقص. تنحاولوا مع غير بالخاطر. بعد ما قطعت الفورير ديالي لصقتو في هذا القب هذا الفوقاني، دابا غادي نركب الدوبلور. ها هو الدوبلور ديالي على هذا الشكل هكا، هانتوما بحال هكا. الجهه اللي فيها الخياطه هي اللي كتكون هكا لداخل بحال هكا، باش هاد العيوب ديال الخياطه يبقاو لينا لداخل ما يبقاوش لينا على برا. غادي ناخذ القب ديالي، غادي نقلب. هانتوما كيفاش غادي يتركب هكا، كيفاش غادي يتركب هاد الدوبلور هذا. دابا شنو غنديرو؟ غادي نقلبو حنايا هاد القب هذا على هاد الشكل هكا، وتنجيو نركبو هاد الدوبلور من الجهة الأخرى. هانتوما رجعت عاوتاني للبلاصة اللي فيها الخياطة. غادي نخيط الدوبلور ديالي بحال هكا، أنا غنوريكم هانتوما بحال هكا. تندفعو هاد الشعر هذا بحال هاد الشكل هكا، وتندير الفناتي ديالي بحال هكا، وكنحاولو نقادو الفوقاني مع التحتاني. أنا غنوريكم غير بالفناتي بحال هكا، وملي كنقلبو القب ديالنا هانتوما تتجي الخياطه لداخل، تتجي هاد الخياطه كامله لداخل بحال هكا. غادي نخيط هاد البلاصه هادي ونرجع نوريكم كيفاش غادي نلصقوا في من التحت ومن جهه السلسله. بعد ما لصقت هاد الطبطين هذا من جهه القب بحال هكا، غادي نحاول نلصقو من هاد الجهه هادي، تنقلبو بحال هكا، تنقلب التاكيطه ديالي بحال هكا، وتنخيط من جهه السلسله بحال هكا الجهه الدخلانيه. هانتوما ها هو التبطين ديالي بحال هكا، تنقلبوه بحال هكا الجهه الاخرى، وتنبداو في الخياطه. ملي كنخيط التبطين من جهه السلسله، تنوصل لهاد البلاصه هذه التحتانيه، وتندور حتى هي مخيطه. ما خيطتها من التحت من جهه السلسله، وبقات ليا هاد البلاصه هادي ديال الكتاف، وتنقلبوه من هاد البلاصه هادي ديال التركيز، من تما كنقلبوه. هانتوما تجيب هاد القنت هذا تندفعو بشي مقص باش يخرج. هاد الشكل هكا، وتنخرجو من جهة التركيز، هادي هي اللي بقات لي مفتوحة.
هاد الجهة ديال السلسلة تا هي عاود تندخل شي حاجة هاد الجلد هدا حتى ندفعها، كندفعها بشي ها هو الجيلي ديالي بدا كيبان هانتوما. هنايا غادي نجيب واحد الطرف من هاد التوب هذا هانتوما، ها هو القبض ديالي جا على هاد الشكل هذا حتى هو. ومن هنايا الا لاحظتوا من هنايا راه ما كاينش داك الخياطه خارجه، الخياطه كلها نقيه بحال هكا هانتوما. بقى لي غير هاد التركيز، انا غنوريكم دابا كيفاش غادي ديروا ليه. غادي ناخذ التوب من هاد المونطو هذا هانتوما، سناخذ واحد الطرف نديرو بحال البي، غادي ندير الطرف فيه 12 سنتيم، تندير جوج سنتيم من هنا ها هي جوج هانتوما. ونتنقطع هانتوما، ونقطع الطرف الثاني، ها هما الطرفة ديالي. غادي نجيبهم ونلاقي بيهم هاد هاد الفوقاني وهاد التحتاني بحال هكا. غناخدو التبطين مع هذا الخياطة على الخياطة بحال هكا، أو تنبدا هانتوما غير ما غاديش يبان ليكم في الماكينة، كنبدا نخيط بحال هكا بحال البي هانتوما إلا بان ليكم. تندير ليه بحال البي، تندور عليه، تتخيطوه خياطه عاديه، تتشدوه تديروا ليه بحال ما هكا، تتخيطوه خياطه عاديه حتى كدوروا على هاد التقويره كامله. غنخيطها ونرجع معكم. وها هو الجيلي ديالي جا على هاد الشكل هذا، الصراحه جا رائع هانتوما. ها القبض ديالو جا في هاد الفورير زوين هانتوما، هانتوما خصكم تحاولوا هاد الخياطه تجيكم مع هادي. وهانتوما داك اللي داير بحال البي، وها هو الجيب كي كيجي. هادي راه مازال ما صلحتها حتى حاجه، اصلا ما محتاجاش زعما، ماشي ما محتاجاش المصلوح. والجيب ها هو كما قلت لكم ما كيكونش فيه هذوك العيوب، كيكونوا لداخل. انا غنوريكم نحل لكم السلسله تشوفوا الدوبلور، وها هو الدوبلور ديالي هانتوما، كلشي داك العيوب تيبقاو لداخل. وملي كنت قلت لكم الدوره ديال العنق ما وريتهاش لكم، هذه هي الدوره ديال العنق، ما تنديروش ليها هكا لا، تنهبطوها هكا حتى لواحد الحفيره كتكون عندنا هنايا لتحت بحال هكا. وداكشي اللي كيخرج ليكم كتقسموه على 6، كتجيكم الدورة هي هاديك. والكتف تنقيسوه من هنايا من هاد الجهة هادي حتى لهنايا، عندنا هنايا في هاد المانكان 11 سنتيم، ما تنطلعوش بحال هكا لا، هاد البلاصة البدية ديال الكتف هنا حدا العنق تل هاد العظم هذا. هذه هي الطريقه اللي تنفصلوا بها الكتف ديال الرومي، لان المقاسات ديال الرومي كيكونوا مضبوطين على ديال البلدي. هذيك المسافه اللي قيست هنايا قلت لكم العرض ديال الامام، تنعبروها من هنايا من هاد البلاصه ديال الدراع
من هنا لهنا ديال الورع تناخذوه حتى هو من هاد البلاصه بين اليد وبين الكتف، من هنايا تقريبا النصف ديال التركيز، فين تناخذوا هاد المسافه ديال الامام والمسافه ديال الورع. في البلدين غير كنجيو تنحطوها وتنقصوا واحد، هنايا لا، هنايا تنديروا هاد الطريقه هادي. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واشتركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي.